ودلوقتي هنبدأ فقرتنا الأخيرة وهي فقرة توب سيكريت اللي خلالها بنقول ليكم كل يوم خبر حصري جدا مش هتلاقوه في أي مكان تاني. خبر النهاردة إن وجدي كشريدة لاعب النجم الساحلي التونسي دخل ضمن أبرز الأسماء المرشحة للانضمام للنادي الأهلي عشان يكون ظهير أيمن للفريق بعد ظهوره المميز مع النجم الساحلي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، لكن الصفقة فيها مشكلة هي اكتمال قائمة الفريق من الأجانب لوجود وليد أزارو وأجايي وجيرالدو وعلي معلول. طبعا الأهلي لو ما لقاش حل للأزمة دي هيكون البديل إنه يدور على ظهير أيمن محلي.